مش عزوين السكر، السكر مش معايا، مش مساعد شويه النهارده، لكن في العظم كان حاطني غامره بالترحيب بسبب تشريف السيد النقيب ورفاقه الاكرمين والاساتذه الافاضل والقيادات والاخوان المرحومين اللي هم من الفعاليات والجزئيات. ولقاء السيد النقيب دائما يكون فيه امل في غدر اوفر وامل واقوى. ومن هنا اؤكد للسيد النقيب اننا مع كافه التعديلات التي تظهرت في مشروع القانون الخاص بالمحامين، نظرا لما ينطوى عليه او لما يشمله من ضمانات اكثر لسائر المحامين او لمهنه المحاماه والارتفاع بها وتنقيتها، وهذا الجهد المشكور من سياده النقيب هو وراء هذا العمل العظيم. سياده النقيب دائما يعني يضفي على اللقاءات بهجه وسرور، لاننا نحب سياده النقيب ونؤيده يعني منذ ان عرفناه حتى الان، نظرا لاخلاصه الدائم وعمله الدؤوب على ارتكاب مهنه المحامين. اهلا بك فضيله الشيخ، مش عايزين ناخد وقت كتير في الكلام لاننا مش شرط الا ان نستمع الى سيادتك. كل سنه وحضراتكم طيبين، ونلتقي دائما على خير ان شاء الله.